الصورة الأخيرة مع بعض نبص عليها. نقلة كبيرة قوي. دي الليلة الحمراء؟ شوف انت بقى أدرى بالكتاب اللي انت اخترته لحياتك. شيك الكرافات عجبك قوي الكرافات؟ ما عجبكش حاجة تانية؟ وال فاروق الفيشاوي محاط سمراء وشقراء كويس برضه، محاط بالفتيات الجميلات. واحدة سمراء واحدة شقراء كويس حلو. هقول لك أسماء لفنانات وهتقول لي أنا ندمان إن أنا ما اتجوزتهمش. لو قلت لك نرمين الفقي ندمان ان انا ما اتجوزتهمش؟ او مش ندمان، مش لازم تكون ندمان، بس هقول لك بعض الاسماء. نرمين الفقي نرمين صديقه الفقي. وعزيزه وزميله. لا وما فكرناش في الزواج على الاطلاق، بس برضه طلعت اشاعات يعني. معالي زايد ونفس الحكايه مع علي زايد. اشاعات كله؟ كله اشاعات. ليلى علوي يعني كان في مشروع وما لم يكتمل. ندمت؟ طيب مش هدخل في اي حاجه تانية لان انا كده كفايه عليا. فاصل ونرجع لكم.